وانا عجزت اني صالح فريال مع سعاد خانهم، ما في فايده، لا هي طايقه هي ولا هي طايقه هي. ايه يا ستي، فريال مو سهل بنوب، دائما رافعه مناخيرها لفوق ويا ارض اشتدي ما حدا قدي. يوه لا بقى للشوحه مرجوحه ولا ابو بريص بقى. لازم فريال تبوس ايده وشه قفا اذا سعاد خانهم رضت تصالحها. معك حق، وام عصام ست الحاره، بنت العز واكل الرز وبنت عيلة. ايه والله بنت عيلة، ونسوان الحارة كلهم بيحلفوا براسها. وكمان فريال بنت اخوه للزعيم، وابوها كان زعيم ولا نسيته؟ لا ستي ما نسينا، فريال شايفة حالة ودايما بتتفاخر بنسبها. ايه بيطلع لها، بس لشو هلسان الطويل؟ لك مو تاركة حدا من شره، على ام فلان وخمة وام علتان ما بتعرف تطبخ، وام مدري مين بخيلة. ايه اريضة ان شاء الله، ايش وهي الكاملة المكملة، ونسوان الحارة هن النواقصية. والله صدقتي هاي الخصلة مي حلوة فيها منو نقوزية كتير، والوحدة منا بتحسب ألف حساب قبل ما تحكي معها كلمة أو تضيفها شي. ايه لا ام خاطر زودتيها، عم تظلموها كتير لفريال، والله هي بتحبكن ودايما بتسأل عنكن شبكن. ايه ونحنا منحبها كمان ام زكي، مشان هيك منقس عليها بالكلام. لكان ليش ما بتتدخلوا بينها وبين سعاد خانهم بالصلحة؟ اه أنا ما عندي مانع، بس شرط تكون فريال مستعدة تصالح سعاد خانم من قلبها. وأنا كمان بساعد بالصلحة، خليها تبين فيها فريال خانم على قولة المثل، قال اعمل منيح وكب البحر. إيه ستنا، نحن اليوم جايينك بموضوع شاغل بال امسكي كتير وقالق منامة. خير ان شاء الله. يوه لا قالق منامي ولا شي، بس انا بحب شوف الناس كلها طيبات مع بعضهم البعض، وخاصة اللي بحبهم من قلبي مثلك سعاد خانم ومثل فريال. فريال؟ ايه فريال، صدقيني انه بتحبك من قلبها. فريال بتحبني؟ ان شاء الله بتحبها حية وتاكلها نية. انا ما بطيقة ام لسان طويل، لاني صريحة وواضحة وما بحب غش حدا. أنا معك يا سعاد خانم إنه فريال مانا محبوبة كتير، ومفشورة وشايفة حالة وفوق منها لسانة طويل، بس والله ما بصير تضلوا بتحاربين وتشمتوا فيكن الناس. مخاطر معها حق سعاد خانم، يعني شو عليه إذا رجعت المي لمجاريها بينك وبين فريال؟ أنا كرمالكم وكرمال جايتكم لعندي رح صالح فريال بشروط إذا نفذت. حطي الشرط اللي بدك يا شو؟ أنا روح لعندها؟ إيه ما فشرت بعينها؟ لا والله ما حذرتي يا أم زكي، أنا ما عاد فوت بيتها مرة تانية بعد ما قلعتني منه غير ما تجي هي لعندي بالأول وتقدم لي الاعتذار قدام كل نسوان الحارة. لكي بليكي محمى شو راسك يا بيس، الحق علي اللي عم بتدخل بالصلحة، أصلاً كل نسوان الحارة بيعرفوا إنه الحق عليكي وإنه أنت اللي غلطانة معها. يلا خاطر عدي إجت القهوة. لا ما بدك عدي بقى. تفضلي تعالي أم زكي. هاتي هولي على عيونك، والله لو ما أعرف قلبك طيب ما باخذ القهوة ولا بقو. ما اختلفنا قلبي طيب، بس مو معناتها روح برجلي لعند سعاد. أنا فريال بنت الحسب والنسب، وهي كمان بنت حسب والنسب. شو بيه لا تنسي أخوه أبو شهاب عقيد الحارة، وأبو قاسي الناس بتعلق بحياته، وهي كمان ست الحارة. بالله شو هلأ صارت هي ست الحارة بس لأنه بتعمل استقبالات وبتعزم نسوان الحارة وبتزهرمهم زهرمان البخاري؟ لا حبيبتي، هي ست الحارة لأنه عقلة كبير وفهمانة وقلبة أبيض مثل التلج وكريمة. ما بقلك لا أنه الله عاطيها، ليش ما تكون إيدها للخير وتعطي؟ أبعرف، بدي فكر وشاور عقلي، بدي دوزن الموضوع براسي. فرحتك يا لطفية. ايه فريال خانم، نحن حابين نفوت بالموضوع دغري. خير شهيرة خانم، يعني اذا حابت صالحي سعاد خانم لحتى ندخل انا وام خاطر بالصلحة. شو لحقت ام زكي تدور على بيوت الحارة وتحكي بالموضوع وتدخل واسطة بيناتنا؟ لا حبيبتي لا، انا ما دخلني، تصطفلي منك لسعاد خانم. بتحبي الصالحية صالحية، ما بتحبي الصالحية انت حرة. معناتها يا ام بشير بلا وجعت هالراس، فالج لا تعالج، خلصي قهوتك خلينا نمشي. يبعت لي حمى، اكيد فهمتوني غلط. هلا معقوله انا ما بدي صالحها لسعاد وترجع السهرات الحلوه واياماتنا اللي ما بتنتسى؟ يهلك، كان شو بدك؟ والله ما عم نفهم عليكي. قال ما بدها تروح لعند سعاد وتصالحها،
وسعاد حطت شرط ما بتصالحها الا لتروح لعندها وتعتذر منها قدام كل نسوان الحاره. وليش لحتى ما تروحي يا مو؟ بلا كبرت هالراس. يعني انتو بتريدوها انه انا اروح لعندها بعد ما قلعتني من بيتها؟ المفروض هي اللي تجي. والله اللي بيغلط هو لازم يروح يعتذر من التاني. انا ما غلطت. طيب شو رايكم نعمل الصلحه عندي وهيك ما منكون قلينا بقيمه حدا منكم؟ اذا هيك ما عندي مانع. ايه بس وعد ما بتوافق. انا بخليها توافق. انت ما عليكي. شو قلتي فريال؟ قلت لك ام خاطر اذا هيك انا ما عندي مانع. يا مو لطفيه جيبي الشراب للضيوف. ان شاء الله بيسلم وديات يا سعاد خانم. الله يسلمك. ايه ستي شو قلتي؟ انا كرمالكم وكرمال جايتكم لعندي موافقه مع انها ما بتستاهل، بس معلش نحن نسوان حاره واحده وعيب على اللي بتفهم ما تتحمل اللي ما بتفهم. يا ست سعاد كل عمر الواعي الكبير بتسع الواعي الصغيرة، وانتي ما شاء الله عليكي كل عمرك واعي وكبيرة بقدرك وقيمتك عند الكل. هذا من ذوقك يا أم بشير. وامتى بتحبي نعمل الصلحة؟ خليها الخميس الجاي. شبنا سعاد قومي تلحلحي، وانتي فريال شبكم قوموا تباوسوا وتصالحوا وخلصونا من القصة. شو؟ ان شاء الله رح تقضوا لنا سهرة وانتوا عم تتصفنوا. يلا فريال يلا قومي اعتذري من سعاد خان وبوسيا. يلا انا بعتذر منك سعاد خانو، سامحيني. ما صار شي فريال خانو، وانا بعتذر منك لاني قلعتك من بيتي. هلا قوموا 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 تباوسوا وفرطوا بقى. يلا قوموا العمر عم يمضى بسرعه، مو حلو الوحده تقضي بالخناق والزعل. يلا حبيباتي يلا تباوسوا لشوف تباوسوا خزيت العين. اوه الحمد لله تصالحوا. اوه قعدوا وترحرحوا. اوه ان شاء الله الجمعه الجايه. اوه يكونوا بالصحبه تبحبحوا. مبروك سعاد خانو، مبروك الصلحة، مبروك يا يلا ام خاتم قومي جيبي لنا حلاوة الصلحة. يلا على عيني يا جماعة. الله يبارك عليك. من قديم الزمان كان في مملكة كبيرة بأرض بعيدة وكلها خضار يا عيني، وكان ملكها اسمه الملك عدلان. شو اسمه؟ الملك عدلان. ايوه. وكان عنده 3 بنات من مرته الأولانية مرجانة، وكان عنده بنت تانية اسمها شمس آية من الجمال من مرته التانية. أيوة. كانوا أخواتها يغاروا منها كتير لأنه ناعمة ودلوعة أبوها. شو دلوعة أبوها؟ أيوة. وبيوم من الأيام اتآمرت عليها مرت أبوها هي وبناتها إنه ياخدوا هالبنت ويحطوها قدام شي بيت بالغابة ويقولوا عليها ضاعت. يبعت لهم حمش وقوايا. بعدين شو صار امزكي؟ اللي صار إنه غطوا لها وشها وهي نايمة وأخدوها تحت ستر الليل ورموها قدام بيت حطاه بالغابة وهربوا. الله لا يوفقهم على هالعملة. ليش شمس مو أختهم؟ لك يا أختي البغضة والكره بيعملوا أكتر من هيك. مشان الله سمعونا. كملي امزكي كملي. اللي صار انه الملك عدلان دري انه بنته الحلوة شمس ضايعة، وامر جيشه انه يروح يدور على الاميرة وحط مكافأة كبيرة للي بيدلوا عليها. اللي صار انه الحطاب بعد ما لقى شمس وحبة مثل بنته عرف انه جيش الملك عدلان عم يدور عليها، وعرف انه الملك ضعفان وزعلان عم ينام فيه على قولة بدي بنتي بدي بنتي الأميرة شمس. يبعت لمية حمى مرت أبوها. لك رح تروح الرجال. هذا كان نسوان يا أختي كان والله يا لطيف. مرت الحطاب قالت لجوزة وشارت عليه إنه شو رأيك ناخد هالبنت لقصر أبوها، بس الحطاب خاف إنه حراس الملك يقولوا عليه إنه هو اللي خاطف. قالت له ولا يهمك يا ابن الحلال، أنا عندي حل، بناخد هالبنت بنلبسها واعي مشروطة وكدرة مشقوقة
ومندهلا وشها بالفحم ومنقول لقينا هالبنت بالغابة. وين لقيناها؟ بالغابة. وهذا اللي صار، أخذوا البنت على قصر أبوها. أبوها لما شافها فرح كتير، تعرف عليها وهي تعرفت عليه وصارت ضحكته شبريك، وحب إنه يكافي الحطاب ومرته بكيسين ذهب، كل كيس أتخرج الحمار حش السامعين. وعرف كل اللي صار وشلون تآمرت مرته مرجانة وعاقبهم بالحرمان من الخرجية لمدة 10 سنين. وتوتة توتة خلصت الحتوتة، منيحة ولا فتفوتة؟ إذا منيحة بطعميكم أنتوا الكل صفيحة، وإذا حتوتة بدي أعلقكم أنتوا الكل بالتوتة. يسلم تهمك.